أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس علي صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، وسياقه برواية مسلم أشبه. وقوله كل سلامة، السلامة المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا. ثبت ذلك في حديث عائشة مرفوعا عند مسلم في صحيحه. وقوله عليه الصدقة، أي تجب على العبد فيه صدقة، أي تجب على العبد فيه صدقة، لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب، لأن على موضوعة في خطاب الشرع للدلالة على الإيجاب. ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، والصنعاني في بغية الآمل. والمراد أن اتساق العظام واعتدالها نعمة توجب على العبد الصدقة عن كل مفصل منها، نعمة توجب على العبد شكرها، توجب على العبد صدقة على كل مفصل منها حتى يؤدي شكرها، لأن العبد مأمور بشكر نعم الله سبحانه وتعالى. ويكون الإتيان بشكرها بأداء الواجبات والانكثاف عن المحرمات، ويكون أداء شكرها بأداء الواجبات والانكثاف عن المحرمات، وما وراء ذلك من النوافل فهو زيادة في الشكر، فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، الأولى درجة واجبة، جماعها أداء الواجبات والانكفاف عن المحرمات، وهذا شكر واجب مفروض على العبد صدقة عن نعمة خلق الله عز وجل له. والثانية درجة نافلة جماعها التقرب إلى الله بالنوافل وترك المكروهات، وهذه زيادة على القدر المفروض، وامتثالها زيادة في شكر الله عز وجل. ووقع في الرواية المختصرة لحديث أبي ذر السابق، وهو في معنى حديث أبي هريرة، قوله صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى، أي يكفي في حصول الشكر أن يركع العبد ركعتين لله في الضحى. وخص ذكر الركعتين لما يقع فيهما من إعمال المفاصل جميعا، واختير وقت الضحى، تعظيما لأجرهما، لأنه وقت غفلة، ومن موجبات تعظيم الجزاء في الشرع وقوعه في وقت غفلة، ومن موجبات تعظيم الجزاء في الشرع
وقوعه في وقت غفلة. تقدم معنا في فضل الإسلام موضع منه، ما هو في تعظيم الأجر في وقت الغفلة؟ إيش؟ أحسنت. للعامل منهم أجر 50 منكم، يعني لمن عمل في آخر الزمان، كما في حديث أبي ثعلبة عند الترمذي وغيره. فإذا ركع المرء ركعتي الضحى في وقت الغفلة استوفى ما عليه من شكر هذه المفاصل. طيب، لو أن إنسانا ركع ركعتي الضحى لكن لم يصلي المغرب والعشاء، هل استوفى الشكر أم لم يستوفي؟ لم يستوفي، لأنه أخل بالواجب، أخل بالواجب. ولكن ذكر الضحى، لأن الجاري في عرف الشرع أن الذي يحرص على النوافل يطلب منه أصلا أن يحرص قبل على الفرائض. نعم.